السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال موضوع الصفقة السعودية الأمريكية مثار حديث العالم كله، وهل هذه الصفقة علاقة بموضوع التطبيع اللي بيصر عليه الأمريكان ولا لا؟ وهل صفقة الأسلحة اللي تم توقيعها مع الرئيس السابق دونالد ترامب مع المملكة العربية السعودية علاقة أيضا بالموضوع ده ولا لا؟ حلقتنا إن شاء الله هتكون في نفس الموضوع ده، لكن هنناقش فيها الصفقة السعودية بين بايدن وترامب. التفاصيل في الحلقة، ففضلا من حضراتكم دعم القناة ولايك وشير للفيديو لان ده بيساعد في اقتراحه من اليوتيوب. ولو حضرتك لسه مش مشترك معنا في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ الحلقة بسم الله. زادت في الفترة الأخيرة المساعي الأمريكية من أجل الوصول لتوقيع الصفقة الكبرى مع المملكة العربية السعودية مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية اللي من المفترض هتكون في نهاية العام الحالي. زيارات المسؤولين الأمريكان لا تنقطع على مدار الساعة عن الرياض حتى في ظل أقسى الظروف اللي بتمر بها المنطقة، وكأنها القضية الأولى اللي بتشغل الولايات المتحدة، وده انعكس على الولايات المتحدة او انعكس على المملكة العربية السعودية اللي بتحاول تفرض شروطها في هذه الصفقة، وعلى رأسها بالطبع إقامة الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة ان الصفقة بتضم داخلها مجموعة من البنود غير الاقتصادية واللي بتتعلق بالتعاون الأمني بين السعودية وواشنطن في ظل وجود جهات أخرى بتحاول تعرقل الوصول لهذا الاتفاق اللي شاغل اهتمام البيت الابيض. تعال نشوف ايه سبب استعجال الرئيس الامريكي جو بايدن لتنفيذ الصفقة الكبرى مع السعودية. اولا، السعودية تمثل مكسب كبير جدا للولايات المتحدة الامريكية في ظل التحولات العالمية الكبرى اللي بتلف منطقة الشرق الاوسط بالذات، واللي بتنطلق بسرعة الصاروخ نحو الانفلات من الهيمنة الامريكية والغربية الى التعددية القطبية. وبالفعل السعودية اصبحت مركز رئيسي لهذه التحولات الكبرى نتيجة توسع نشاطها الاقتصادي والسياسي في الشرق والغرب، وده خلاها قبلة للاقتصاديات الكبرى في العالم واللي بتتنافس مع واشنطن وما يشمله ذلك ايضا من اضافة ابعاد سياسية اخرى للسعودية ممكن يكون لها تأثير قوي على الكيانات المنافسة للولايات المتحدة، واللي من ضمنها طبعا الصين وروسيا وإيران وغيرهم. كل اللي فات ده بيدفع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن نحو توقيع الصفقة الكبرى مع السعودية بأي صورة من الصور وبأي تمن، لأنها إذا تمت هتكون مكسب كبير جدا ليه في الانتخابات الأمريكية اللي أصبحت زي ما قلنا على بعد كام شهر بس، وبالتالي هيقدر بايدن يقول للامريكان انه حقق ليهم التوازن السياسي والاقتصادي المطلوب في الشرق الاوسط، واللي شهد دور امريكا فيه تراجع كبير الحقيقة خلال الكام سنة اللي فاتوا لصالح المنافسين الكبار لها، والكره الشعبي طبعا في المنطقة لكل ما هو امريكي نتيجة سياسات الادارات الامريكية المختلفة اللي ما زالت بتمارس دور الاستعمار القديم في المنطقة لكن بصور مختلفة شوية عن الماضي. اللي بيزيد اشتعال الرغبة الامريكية في توقيع الصفقة قبل الانتخابات اللي هتكون في شهر نوفمبر القادم هي المنافسة الشرسة بين الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن ومنافسه العنيد دونالد ترامب الرئيس السابق، واللي بتربطه علاقات قوية بالشرق الاوسط زادت بصورة معروفة بسبب خبراته الكبيرة الناتجة عن الاحداث الكبرى اللي مرت بها المنطقة الغربية والشرق الاوسط خلال فترة الخريف العربي واللي شهدت ذروتها في عهد ترامب واللي كان موجود في الصورة بشكل دائم خلال الفترة دي. وبالتالي فالإدارة الحالية برئاسة بايدن بتفتقد لهذه الميزة اللي كانت موجودة عند ترامب نتيجة قصر مدة الإدارة الأمريكية الحالية، وكمان ظهور المشكلة الفلسطينية اللي أدت لعدم وضوح الرؤية الأمريكية تجاه المنطقة بسبب عدم ثبات قرارات ترامب اللي ساعة معاهم وساعة عليهم. آسف بايدن، ساعات تحس ان بايدن قلبه على الفلسطينيين وقت التنفيذ تلاقيه حاجة تانية خالص. فبالتالي يا اخوانا بايدن اصبح دلوقتي في امس الحاجة لتوقيع الاتفاقية علشان يحطها في السي في بتاعه
كأحد أو كإحدى إنجازاته الكبرى يعني، حتى لو فشل في انتخابات الرئاسة ما ينسبش فضل إتمام الاتفاقية دي للمنافس الشرس ليه دونالد ترامب، وتكون في صالح حزبه الديمقراطي مستقبلا. الصفقة الكبرى زي ما بيسموها هي فعلا اسم على مسمى لما تضمه من أبعاد اقتصادية ضخمة وشراكات كبرى بمئات المليارات في عدد ضخم من الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية، وكذلك في مجال الطاقة ومنها الطاقة النووية، إضافة طبعا للتعاون الأمني. لذلك هناك إصرار على التعجيل بهذا الأمر اللي بيخلي المملكة العربية السعودية تسعى من خلاله لوضع شروطها لتحقيق أقصى استفادة منها، خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية. المملكة العربية السعودية يا أخوانا الحقيقة لا تألو جهدا في سبيل دعم القضية الفلسطينية بكل السبل وكل الأوراق اللي في إيدها، بما فيها ورقة الحاجة الإسرائيلية والأمريكية للتطبيع، بتستخدمها المملكة كمان لهذا الغرض. وده يمكن أقوى رد على كل متحامل جاهل مفتري كذاب على السعودية بيسعى لتشويه هذا البلد وتشويه قادته. فنسأل الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وأن يحفظ أهلها، وأن يوفق ولاة أمورها، وأن يحفظ بلادنا كلها من كل شر، وأن يوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.